هل تؤيد أو تعارض من وجهة نظرك الشخصية لفكرة أن تكون هناك شركات وطنية سواء كانت وطنية أو خاصة تتولى الرعاية؟ عشان لما يجي يقول البرلمان ده مش من ميزانية البرلمان ولا مش من ميزانية الدولة، ده في شركات خاصة هي الرعاة، أو في شركات وطنية. طيب الأول بس إيه هي الشركات؟ وزارة الشباب والرياضة جايبة شباب بيتكلموا انجليزي وفرنساوي وكذا علشان يرحبوا. وزارة الاتصالات قايمة بدور المؤتمر الصحفي. مصر للطيران مخفضة النص 50%. بعض الشركات الأخرى يعني يمتلكها رجال أعمال المصريين قاعدين يعني برضو بيدعموا بأتوبيسات بنقل بكذا. تخفيض النفقات مهم، موقف بتاع 25-30 أكثر من رائع. في نواب فرادة عملوا ده، يمكن مهندس فرج عامل عمل ده، مصطفى بكري عمل ده، في نواب كتيرة مش قادر أحضر في زينة حوالي 48 نائب عملوا على حسابهم، على حسابهم كله طلعوا على حسابهم. ده شيء يحمد له، مش معقول البلد يعني الرئيس بيقول عايزين فكة وعندنا تقشف وكذا ويبقى فيه يعني بعض السادة النواب اللي يقدر أو اللي عنده المقدرة ما يكلفش، اللي عنده المقدرة ما يكلفش، لكن عندك المقدرة وطالع يعني حرام عليك فلوس البلد. موضوع الشركات الوطنية، بعض قريت كده على مواقع التواصل بيقولك ده ده شركة مصر للطيران عملت لهم تخفيض فهيقدر ازاي يراقب وزير الطيران. ده شركة كذا عملت هيقدر ازاي يفتح عيني، انت بتخسر ازاي، ما يقول له ما انا عامل تخفيض هنا وتخفيض هنا وتخفيض هنا. لا يا فندم، الدنيا يعني الامور لا تقاس هكذا. البرلمان ليس مسؤولا عن هذا التنظيم لوحده، مؤسسة الرئاسة مسؤول، ودي اوامر من السلطة التنفيذية مش البرلمان. واحد اتنين، ده واجب وطني مش منا من الشركة، مش فضل من حد. دي حدث في مصر، كل الشركات وكل الهيئات وكل المؤسسات تشتغل على هذا الحدث، محدش ليه فضل على حاجة. أنا مش عامل لك مجاملة في وزير الطيران مش هقدر أكلمه. تلاتة وده الأهم، إنه البرلمان مش هيفرق معاه الكلام ده، يعني ده ما هو كتير قوي بياخدوا تأشيرات من الوزر وتاني يوم الوزير بيقدمه ضده مش كده، فمش فارقة كتير. فدي نقطة.